تركيا في دقيقة. صناعات الدفاع التركية تؤكد أن حلم الاثني عشر عاماً يقترب من أن يصبح حقيقة، وتعلن بدء العد التنازلي للطائرات الحربية غير المأهولة التي ستحل محل طائرات الجيل الخامس الحربية في المستقبل. استعدادات تجري على قدم وساق لافتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الدفاع IDEF 2021 في إسطنبول، حيث سيتم عرض المنتجات التي طورتها صناعة الدفاع التركية مؤخرا في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس الجاري. شركة الحرير لصناعة خطوط الإنتاج الغذائية والكيميائية وأنظمة التعبئة والتغليف الحديث. وصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إسطنبول قادما من العاصمة أنقرة ليلة الماضية، وعلم أنه سيتوجه إلى منطقة بوزكورت في كاستامونو حيث وقعت كارثة الفيضانات. رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفات تعلن أن 25 شخصا فقدوا حياتهم في كاستامونو وشخصين في سينوب بسبب الفيضانات، ويستمر البحث عن شخص مفقود آخر في بارتين. تركيا في دقيقة.